ومن العلامات الصغرى للساعة ظهور مدعي النبوة، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول. وفي رواية بالجزم أنهم 30، وعند أحمد أنهم 27. فإن قيل بأن هذا للمبالغة فلا إشكال، وإن كان المحدد أنهم 30 فقد ظهر أكثر من ذلك. فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهؤلاء 30 من ظهر له كلمة وكانت له شوكة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في المسند أن من بينهم 4 نسوة يزعمن أنهن أنبياء. وبالفعل خرج وظهر مسيلمة الكذاب في آخر زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقتل في زمن أبي بكر في معركة اليمامة. وخرج الأسود العنسي في اليمن وقتله الصحابة رضي الله عنهم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وظهرت سجاح وادعت النبوة وهي امرأة، فتزوجها مسيلمة الكذاب، ثم لما قتل مسيلمة عادت ورجعت هذه المرأة إلى الإسلام، وادعى النبوة طليحة ابن خويلد الأسدي ورجع وتاب وحسن إسلامه رضي الله عنه. ثم ظهر المختار ابن أبي عبيد الثقفي، أبوه أبو عبيد الثقفي من أعظم الصحابة رضي الله عنهم حبا للجهاد، أبوه أبو عبيد أظهر بلاء حسنا، ولكن لله عز وجل حكمة حينما يخرج الطغاة من أصلاب هؤلاء الشرفاء. فظهر المختار بن أبي عبيد الثقفي وأظهر حبه لآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وطالب بدم الحسين، فكثر أتباعه حتى غلب على الكوفة في زمن عبد الله بن الزبير، ثم ادعى النبوة. ومدعوا النبوة لا يزالون يخرجون حتى يخرج المسيح الدجال. ففي المسند عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنه والله لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 آخرهم الأعور الكذاب.